شو نهضر معها ديريكت؟ مال انا وعربي. واحد فيكم مشات فطر في حلق الواد؟ لا. الثلاثينات خاطر هي بدأت تظهر خاصة في الثلاثينات وتحكي اسمعوها الحكاية تحكي على النساء كيفاه الفترة هذيك مشاو يقصوا في شعوراتهم وكلهم ولاو أنا قحصان. الفترة هذية يعني ما تطرقولهاش قبل وأنا في معناتها الأبحاث نتاعي لقيت اللي لازم هالأغاني لازم تعاود ترجع وتعاود تبرز بطريقة حلوة. حاولت معناتها لو ماكسيموم باش نخرجهم من معناتها كيما نحسهم انا بطريقتي انا. كل اغنيه تحكي على المجتمع في الوقت هذاك كيفاش كان. فمعناتها سي فريمون ان ميغوار دو لا سوسيتي دونتون اي سي مانيفيك. الحمد لله يعني الموسيقى ديما تقرب برشا للناس وتقرب العديد من الاشياء.